السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنديروا التطبيق ديال هذا الدرس هذا اللي كتشوفوا. ها هو كيجيب ثلاثه ديال الوينات، تيقولوا ليه الدرس المتكي. ونبداو بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا جيت هنا بديت باللون ديال الثوب، خدمت هنايا الدرس ديال ثلاثه ورجعت وخدمت غرزه من التحت ونقص غرزه من الفوق، يعني كنبقاو نزيدو غرزه من التحت في الثوب وكنقصو غرزه من الفوق. نبداو انا هنا دابا ساليت بهذا اللون، هذا اللون الاصفر. غادي نبدا دابا باللون ديال الثوب، كنجيو كنديرو دقه في الثوب بهذا الشكل. الحرير عندي مبروم على ثلاثة والبرا نمره خمسة، كنديرو دقه في الثوب. بحال غنبداو اول خطوه في القنت. انا هنا عندي الكم ديال الثوب، هذا الكم ديال الجلابه عفوا، يعني باقي ما تمنطاش، باقي محلول. من الاحسن تخدموه بهذا الشكل هكا، كيجي ساهل في الخدمه. صافي كيف قلت لكم كديروا غرزه في الثوب، كندخلوا في العوينه اللي عندنا هنا، كنديروا جوج لويات، كنجروا الفوق، كنجيو لهاد الغرزه اللي عندنا هنا كنديروا فيها جوج لويات، كنجيو الغرزه الثانيه كنديروا فيها جوج لويات، والغرزه الثالثه ما غاديش نخدموا فيها، غادي نرجعوا فالثلاث غرز اللي عندنا حيت زدنا غرزه من التحت. فرجعه كنديرو غير غرزه وحده، كنلويو مره وحده، صافي بنفس الطريقه بقى في الثوب. ناخذو غير شويه من الثوب، ما ناخذوش بزاف، كنخشيو في هاد العوينه اللي عندنا هنا، كنديرو كنشكلو الطرس ديال واحد، كنجرو الحرير ديالنا الفوق وكنطلعوا مع هاد الغرز اللي عندنا. كنخدموا الغرزه الاولى جوج لويات، الغرزه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، وكنخليو هاد الغرزه اللي عندنا الفوق، كنرجعوا في الثلاث غرز. كنحاولوا نوقفوا الدرس ديالنا باش يجينا واقف. بنفس الطريقة دقة في الثوب، كنشكلو واحد السنينة هنا، وكنخدمو هاد جوج سنينات اللي عندنا، نتمنى الشرح يكون واضح. هنا كيف كتلاحظوا معايا انا كملت هذا السطر هذا بهذا اللون وخشيته في وسط الثوب. غنجيب دابا اللون الثاني، وباش تشدوا العباد ديالكم ما بين وحده وحده كتحسبوا 12 غرزه، يا اما في الثوب يا اما هاد الرؤوس هادو ديال الدرس، كتحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كل وحده كل سطر كنديروا فيه 12 بلون. صافي كنمشيو بنفس الخطوات، يعني ما عندناش حتى شي اختلاف. بنفس الطريقه باش خدمنا هذا اللون هذا غنخدموا اللون الثاني،
كنديروا دقه في الثوب، كنخشيو في هذه العوينه هذه وكنلويو على البره جوج مرات، كنجروا الحرير ديالنا الفوق وكنخدموا جوج غرزات اللي عندنا هنا. صافي وكنرجعوا، يعني هادو ما كنخدموش فيهم. صافي حتى هذا اللون بنفس الطريقه كنحسبوا عاوتاني 12 غرزه اولا 12 سنينه من الفوق. صافي وكناخذوا اللون الثالث، كنمشيو بالطريقه حتى كنكملوا الكم اللي عندنا اولا القب. كنديروا غرزه في الثوب، كنخشيو في العوينه اللي عندنا هنا وكنديروا جلويات، كنحاولوا نشدوا هذا الخيط هذا اللي خشينا في وسط الثوب، نشدوه حتى كنزيرو باش ما تخرجش لينا الخدمه ما تحلش. صافي كنمشيو بنفس الخطوات، ممكن تخدموا هاد الدرس بلون واحد، ممكن تدخلوا اكثر من ثلاثة الالوان. صافي هنا كنكون كملت الكم ديالي بهذا الشكل، هذا جينا هذا الشكل، يعني كنكملو حتى للراس.
كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الخدمه من داخل كتكون نقيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.